هاي السيارات خلي تطبل عنك. كان يفترض أن يكون يوما هادئا. يستكمل الرائد سلام إعداد مقر قيادة الفرقة الذهبية المتقدم في كوكجلي. عرض علينا التجول في البلدة على خطوط الجبهات الجديدة مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية. أقل من 500 متر باتت تفصل قوات النخبة عن الموصل، يقول الرائد سلام قبل أن يقطعه أحد مقاتليه على اللاسلكي محذرا، فقد تم رصد سيارة يقودها انتحاري تقترب من المكان. أمر بالعمل على استهدافها بأي طريقة ممكنة. على السريع فارس، الدبابة خلي تعالج. فجر الدبابة لو أكو أضرار عندنا. لكن الانتحاري كان أسرع. ساء الموقف أكثر مع ورود أنباء عن انتحاري آخر يتجه للموقع ذاته. إنه مقر قيادة الرائد الذي تركناه قبل 10 دقائق. سيدي طالب مسيرة. واضح واضح. ومع رصد طائرة مسيرة أرسلها التنظيم للمكان، ساد اعتقاد أن التنظيم بصدد شن هجوم كبير لاستعادة كوكجلي. عاد الرائد سلام لمقره سريعا للاطمئنان على مقاتليه. استطاع الانتحاري تفجير نفسه على بعد نحو 200 متر فقط من المقر الجديد. بعض الألغام التي كانت محملة بالعربة المفخخة لم تنفجر بعد. ما عندنا أي خسائر. الحمد لله ماكو أي خسائر. سيارة مدرعة. دقائق قليلة بعد الهجوم الذي استهدف مقر الفرقة الذهبية في هذا الموقع المتقدم في كوكجلي، أقام مقاتلو الفرقة هذا الساتر الترابي لمنع عربة مفخخة أخرى يقال أنها في الطريق إلى هنا. هذا هو الطريق الذي سلكته العربة المفخخة الأولى. هذا الشارع جت معدة السيارة واخذت النوب على جهة اليمين، توغلت بين المنازل وبعدين اتجهت هنا نحو المقر وانفجرت بهذا الشارع على اليمين. الجميع لا يزال مستنفرا خشية هجوم جديد. تم رصد امرأة من بعيد، الكل على أتم الاستعداد لاستهدافها. نعرف شلون نتعامل مع الأشخاص العدائيين ونعرف نفرق بين الشخص المفخر. لكنها دخلت منزلا يعرف المقاتلون هنا سكانه. بعد ساعات قليلة على الهجوم استطاع مقاتلو الفرقة الذهبية اعتقال هذين الرجلين من التنظيم. بارحة جبناهم أديناهم العصر، لقيناهم يفترون ذاك الصهريج ميلة كبيرة ما النفط يجيبون جاز حتى أنت بلحية الأسود له. يخشى الرائد سلام من المدنيين الذين لا يزالون في البلدة واحتمال تسلل خلايا التنظيم بينهم. أنت وين أهلك؟ أهلي هنا إباحة من جينا بيت يومين وإن شاء الله نرجعكم. إيش عندكم طالعين؟ والله أهلي هنا جايين ناس يجي فارغ البيت لأكل وشرب وبنات صغار. بيوتنا هنا بس تقدم الجيش ونرجع. أمر مقاتليه بضرورة توخي الحذر والعمل على محاولة إخراج كامل المدنيين العالقين في مناطق القتال. يرفض الألاف منهم المغادرة. هذه مجموعة ممن نقلوا من منازلهم إلى منازل فارغة آمنة. ليستكمل مقاتلو الفرقة الذهبية تطهير المناطق المحيطة بهم. يعج الكثير منها بالمتفجرات كما بمنشورات التنظيم. يوم عصيب مضى دون خسائر. غادر الآلاف من المدنيين ممن تسنى لهم الخروج البلدة. تركوا وراءهم كل شيء على أمل النجاة بعد أن أمضوا عامين تحت حكم تنظيم الدولة. يعتقدون أن الأمور ستنحو نحو الأسوأ مع اقتراب القوات الخاصة من الموصل التي باتت تلوح في الأفق. مع فجر يوم جديد يستكمل المقاتلون استعدادهم لمعركة صعبة. دخول أحياء الموصل معقل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الأهم في العراق. استعرضوا الخطة لآخر مرة قبل الانطلاق.
وبدأوا بالتحرك من المحاور الشرقية للمدينة. سمح لفريق بي بي سي بمرافقة إحدى عربات جهاز مكافحة الإرهاب خلال الهجوم الأهم منذ بدء عملية تحرير الموصل التي أعلنتها الحكومة العراقية. بدأ التقدم بهجوم ناري مكثف باتجاه مواقع التنظيم. تحصينات كبيرة أعدها تنظيم الدولة للتصدي للهجوم المرتقب. سواتر ترابية وخنادق وخطوط دفاع متعددة. استطاعت القوات كسرها بعد بضع ساعات والتقدم باتجاه المدينة من حي الزهراء الذي كان يعرف بحي صدام سابقا. مفاجئا كان انهيار دفاعات التنظيم سريعا رغم محاولتهم إعاقة التقدم. إحساسي هنا ما فخور أنا وأخي علاوي فخورين بدخول الموصل أول عزاء دخلنا الموصل وحررنا يعني شبه حي من الموصل يعني كبداية الموصل وإن شاء الله نأخذ الموصل بالكامل أحررها من الدولة. لا يعرف هادي أن هذه ستكون معركته الأخيرة ضد التنظيم. مع التقدم أكثر اشتدت حدة المواجهات. استهدف التنظيم بقوة نارية كبيرة هذه الجرافة التي أرسلها جهاز مكافحة الإرهاب لإقامة ساتر ترابي قبل أن يتدخل الطيران الحربي ليقصف مواقع التنظيم. أكملت القوات تقدمها داخل الحي. لا شيء يوحي بوجود أي مدنيين في المكان. فتحت إحدى العربات أحد المنازل لتفقده واتخاذه مقر عمليات مؤقت ريثما يتم إصلاح العربات التي استهدفت بشدة خلال التوغل. إذن يجري العمل حاليا على تطهير هذا الحي الذي أطلق عليه تنظيم الدولة الإسلامية اسم حي الزرقاوي. قبل ذلك كان يعرف باسم حي الزهراء وقبله كان يعرف باسم حي صدام. العمل جاري على قدم وساق لاستعادة السيطرة على هذا المكان. تقريبا 90% من هذا الحي تم استعادة السيطرة على القوات العراقية. خايفين شوية والله. لا يا حجي لا دولة إسلامية. لا حبيبي إن شاء الله ينصركم إن شاء الله يا ربي. ثمت عائلة كبيرة كانت مختبئة داخل المنزل. 45 أخبرني هذا الرجل أن التنظيم اعتقله ل45 يوما بتهمة حيازته لبعض علب السجائر، بينما طلب آخرون بشغف الإذن بالتدخين. يقول علي إنهم كانوا ينتظرون بالشدة وصول القوات لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المكان. واضح إنه في بعض عناصر نعم أكو موجودين بآخر الشارع. نهاية الشارع ومن مناطق يعني من داخل المناطق أكو أشخاص يعني قلة دا يقامون لأن من طلع البارحة طلع تسجيل أبو بكر البغدادي إنه دا يدفعهم على القتال ولا تنسحبون. هذا الشيء أعتقد أثر بيهم. أمر الرائد سلام العبيدي آمر الفرقة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب قواته بالتقدم بعد إصلاح العربات المتضررة. مع التوغل أكثر في الحي بدأ بعض المدنيين بالخروج رافعين الرايات البيضاء. تمت مهاجمة الرتل بقوة خلال اجتيازه أحد الأزقة. تعرض الرتل التو لصاروخ موجه بالإضافة إلى رمي بعض القنابل اليدوية، لكن لا إصابات حسب ما فهمنا عبر جهاز اللاسلكي قبل لحظات. قبل مغيب الشمس بقليل أمر الرائد سلام قواته بالخروج من الحي باتجاه منطقة مفتوحة لا يزال تنظيم الدولة ناشطا فيها. الكل حذر، فاحتمال مهاجمة الرتل بعربات مفخخة يزداد مع ازدياد توغل ومغيب الشمس. مجدداً طلب الرائد سلام قواته بالتوقف وفتح أحد المنازل لتقييم الموقف. لا يعرف هذا المقاتل الذي يحاول فتح الباب أن هذه هي الدقيقة الأخيرة في حياته. سيارة يقودها انتحاري، صرخ أحد المقاتلين. مين؟ مين؟
نجا فريق بي بي سي وبقية الإعلاميين المرافقين للرحلة. لكن قضى أربعة من المقاتلين بينهم الهادي الذي رافقنا خلال الرحلة. طلب منا مغادرة المنزل فورا خشية هجوم انتحاري آخر. ثلاث ساعات انقضت حتى تم تأمين خروج الرتل والإعلاميين المرافقين من المكان. تم خلالها معالجة الجرحى جراء الانفجار. وسط الرعب من احتمال محاصرة مقاتلي التنظيم للمنزل واجتياحه ليلا. فراس كيلاني بي بي سي من مدينة الموصل.